مطلوبة شيماء أن يكون رئيسك يعني مهني إذا ما أثنى على الفريق العمل الذي يشتغل مثلا وكانت مردوديته يعني واضحة للعيان وكانت النتيجة فارقة عن الأيام العادية، فما فيها بأس حتى مجرد كلمة أو الإيميل يعبر عن الامتنان وعن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة. أنا متفقة معك، ولكن أنا ديما كنهضر على الشخص اللي كيخدم. أنا قلت لك على حسب النوعية ديال الشخص اللي هو كيخدم معاه. إذا كان هو شخص آخر كيخدم بنفس المهنية وبنفس الوعي ديالو بأنه خاصو يحفز الفريق ديالو باش يعطيه أكثر، راه غادي يستعمل هذا الأسلوب، غيصيفط إيميل، غيصيفط كلمات شكر، غيقول لهم شكرا على المجهودات وهذا الوقت اللي عطيته، يمكن عطيته أكثر من الوقت ديالكم وأكثر من الجهد ديالكم، حنايا ممتنين لكم بهذه الخدمة. ولكن كنقول إذا كان أنفس معك ولا بالموازاة معك ريسبونسابل ولا مانجر اللي ما عندوش في السلوك المهني ديالو هو كلمة شكر، كيقول صافي هذاك السيد راه عنده واحد الخدمة دارها حيت هو خدام في هاد الشركة غادي يدير هذيك الخدمة، ما كاينلاش هذاك السيد يبقى يعاتب راسو علاش ما قالش شكرا. صح، يعني ما خاصوش يتأخر، ما نبقاش نتناو علاش ما قالش ليا شكرا باش ما ندخلش في واحد الدوامة باش نبقى نأثر أنايا الحياة اليومية ديالي ولا المهنية ديالي حيت بقيت كنتسنى واحد كلمة شكر. تقدر تجي تقدر ما تجيش، المهم أنا نتقل العمل ديالي ونديرو بمهنية ونكون فرحان براسي بأنني درت هذيك الخدمة اللي تعطاتني وفيت الوعد ديالي.